هو بيطلع بيعطينا ثلاث أمانة، أنا بدي أمني وحدة تغير هالحياة وتصير حياتنا أحلى ونرجع على بلادنا وتصير حياة أحلى من هالأحلى أيام المخيمات. بتمنى منه نطير أنا وياه نروح نشوف ضيعتنا. بتمنى إذا طرنا المصباح السحري نرجع لضيعتنا اللي هجرنا منها بشار الأسد، ونرجع لعند على مدرستي وأرجع لعند رفقاتي وأرجع لعند أهلي وناسي. باخد بتمنى مليون دولار، وبتمنى تفوق بالمدرسة وتضل صحة منيحة. أنا حأطلب منه فيلا وإنه أمي تضل بصحتها، سيارة فيراري. بدي آيباد وبدي سيارة وبدي ألعاب. أطلب منه إنه يجيب لي مسكليت ألعب فيه وروح فيه على المدرسة، المدرسة بعيدة عني. أتمنى يصير عندنا بالحارة مدرسة حلوة. أطلع تركيا لأن أخوي هونيك والطلعة صعبة كتير، بدها 3000 دولار. بغمض عين بفتح عين بلاقي حالي بتركيا. اطلب منه انه اطلع لبنان عند اختي، انه كثير كثير مشتاقه لها. اتمنى انه اشوف اختي، صار لها 10 سنين ما شفتها، اتمنى نشوف قدامي احضرها. عمي مجنون صار له كثير مشتاق له، اتمنى يصير قدامي واحضنه. بطلب منه ياخذني لحياه بعيده ويخليني اشوف اخوي اللي مات. بطلب منه يرجعنا على بلده ويرجع كل نازي، انه تنتهي الحرب وارجع على بلدي لانه ملينا وطقت روحنا. طالعنا من هالخيمه لانه عم تنقط علينا عمرنا بيت. بطلب منه انه يصير عندي العاب كثير لانه كان عندي العاب بدها وصلنا وما عندي العاب. يعمل لي كلفه علاجي بمرض توسع الدماغ لانه اهلي ما لهم قدره. اطلب سياره وبيت كبير وكون مصاري. اطلب سيارات ويصير عندي قصر وصير مطرب مشهور.